قررت القيادة الأمنية والعسكرية إغلاق مكتب الجزيرة في تعز. القيادة الأمنية والعسكرية بإغلاق مكتب الجزيرة. قرار أثار استياء إعلاميا وشعبيا واسعا وخلق أسئلة حول أولوية القيادة الجديدة للمحافظة، حيث صرح المحافظ الجديد أمين أحمد محمود بعيدة عيينة أن أولويته تكمن في استكمال تحرير المحافظة وضبط الأمن داخل مناطقها المحررة، لكن افتتاح جدول أعماله بالتضييق على الحريات الإعلامية أثار علامات استفهام كبيرة حول الدور الذي سيلعبه الرجل. توقيت هذا القرار والذي يأتي غداة عودة قيادة المحافظة العسكرية والأمنية من الرياض حمل أسئلة كثيرة حول مخاطر أن تقوم أبو ظبي والرياض بإقحام اليمن في صراعها الأخير مع قطر. دخول اليمن على خط الأزمة الخليجية الخليجية سوف يكون له آثار سلبية على المستوى السياسي والعسكري وحتى الإعلامي. صحفيون ونشطاء في تعز وغيرها استنكروا هذه الخطوة التي تمس حرية التعبير كقيمة مرتبطة بالحرية ومنجز ترسخ بشكل أكبر منذ ثورات الربيع العربي. منذ الانقلاب تعرضت الحريات الإعلامية لانتهاكات جسيمة على يد الحوثيين في صنعاء. إعلام المرئي والمسموع والمكتوب قضت عليه ميليشيا الحوثي منذ اجتياحها العاصمة وحولت اليمن إلى بلد الصوت الأوحد في مناطق سيطرتها. حتى الآن تختطف الميليشيا 16 صحفياً منذ أكثر من عامين، وترفض دعوات المنظمات الحقوقية والأممية للإفراج عنهم، بل وتمنع حتى أمهاتهم وأبنائهم من زيارتهم إلى السجون. بعيد الانقلاب صنفت منظمة مراسلون بلا حدود ميليشيا الحوثي كثاني أخطر جماعة على الصحفيين بعد منظمة داعش على مستوى العالم. وخلال الفترة الماضية دأبت الحكومة الشرعية في المحافظة على مناخ مناسب للحريات الإعلامية في مناطق سيطرتها، غير أن خطوة اليوم في تعز ربما تفتح الباب أمام أزمة حقيقية في البلد تضاف إلى مشكلات الشرعية الكثيرة إن لم يتم تحييد هذه القضايا عن الصراع السياسي والإقليمي. ينتظر أبناء تعز من المحافظ الجديد والسلطة المحلية ضبط الأمن والقضاء على عصابات الاغتيالات داخل المدينة، بالإضافة إلى تدشين مرحلة استكمال تحرير المحافظة وفق وعده، لكنه ذهب للتغريد بعيداً عن جراح المدينة وتقديم عربون الولاء والطاعة للمتحكمين بالمشهد اليمني.